ألو، أهلاً أهلاً. ماذا؟ معقول؟ أخبرني بالتفصيل الممل. ماذا؟ الموضوع خطير جداً. ليس على الهاتف، لكن عليك أن تخبرني. لا داعي لذكر الموضوع على الموبايل إن كان خطيراً. قابله يا أخي وتحدث إليه شخصياً. حسناً حسناً، سأقابلك بعد ساعتين. يا عارف، لا تتحدث بمواضيع شخصية وحساسة على الهاتف. ألا تعرف أن من السهل مراقبة اتصالك وتسجيله؟ ثم ما قصة الهاتف الذكي الجديد الذي تحمله؟ هل زارتك جنية المال مؤخراً؟ لا لا، لم يزرني أحد، لكنني استلمت مبلغاً إضافياً من المال في عملي وقررت شراء هذا الجهاز. مواصفاته خارقة، كمبيوتر كامل يا برهان. يا سلام، الآن بت قادراً على استخدام الإنترنت طوال الوقت. مواصفات خارقة ها؟ وهل تعلم شيئاً عن خطورات ومحظورات استخدام هذا المحمول الذكي الخارق؟ يا حبيبي، بدأنا. أنت لا تدعني أكمل فرحتي أبداً. ولكن عن أي محظورات تتحدث يا برهان؟ لقد رأيت الكثير من الأصدقاء يحملون الأجهزة نفسها، هل يكون ممنوعاً أو خطيراً وأنا لا أدري؟ ليس ممنوعاً أبداً، ولكن هناك بعض الأمور التي عليك معرفتها أولاً حول مخاطر استخدام الهواتف النقالة بشكل عام وهذه الأجهزة الذكية بشكل خاص كأدوات غير آمنة للتواصل إن لم تعرف كيفية التعامل معها. مخاطر؟ وما هي تلك المخاطر يا بيل جيتس زمانك؟ سأقول لك يا عارف زمانك، لا يمكنك استخدام هاتفك المحمول وخصوصاً الأجهزة الذكية للقيام بمكالمات حساسة، إذ يمكن للكثير من الجهات الحكومية أو حتى الخاصة الاستفادة منها للتنصت على مكالماتك أو حتى تشغيل الميكروفون أو الكاميرا في جهازك لتحويله إلى أداة تجسس فعالة. ماذا؟ تجسس؟ أيعقل ذلك؟ لا، بل أكثر من ذلك يا صديقي. إن استخدامك للهاتف الذكي أياً كان نوعه دون تشفير محتوياته يمكن تلك الجهات من الولوج إلى ملفاتك الشخصية على الجهاز من صور ومقاطع فيديو ودفاتر عناوين وصفحات الإنترنت التي تجولت فيها. أخبرني يا عارف، هل قمت بتشفير جهازك؟ أو على الأقل وضعت كلمة مرور كما علمتك سابقاً؟ تشفير الجهاز وباسورد هنا أيضاً؟ هذا ليس كل شيء، فبكثير من الدقة تستطيع الحكومات وشركات خدمات المحمول تحديد مكانك ومعرفة نقاط تواجدك إما عن طريق خدمة تحديد المواقع GPS الموجودة في أغلب الأجهزة الذكية أو عن طريق أجهزة الخليوي الأخرى العادية وحتى القديمة منها، وذلك من خلال شبكة الاتصالات التي تعمل أيضاً كأجهزة بث لتحديد موقعك أينما كنت. سأساعدك لوضع كلمة السر على جهازك وتعديل بعض التطبيقات لحماية معلوماتك وملفاتك. خذ خذ، إنه على حسابك، فقط أخبرني ماذا أعمل. حسناً يا صديقي، وأخيراً سنضع كلمة مرور خاصة لا أحد يعرف بها غيرك. خذ يا عارف، أدخل كلمة مرور خاصة بك ولا تدع أحداً يعرفها ولا حتى أنا. أمر أخير يا عارف، إذا كنت ذاهباً إلى مكان لا تريد لأحد أن يعرف أين هو وأين وجهتك، قم بنزع بطارية جهازك قبل خروجك من المنزل ولا تعدها إلى الجهاز حتى عودتك. هل فهمت يا صديقي؟ طبعاً طبعاً لقد فهمت. لقد نسيت كلمة السر. ها؟ ماذا قلت يا عارف؟ أتعرف؟ ربما كان يجب أن أكتبها على يدي كي لا أنساها.